مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. سنتحدث في هذا الفيديو كيف تقوي إرادتك وعزيمتك للوصول إلى أهدافك. بداية لابد أن يكون هدفك واضحا، هدفك محددا، هدفك مكتوبا. لماذا؟ لكي يسهل عليك الوصول إليه. ثم جزئ هذا الهدف، فالحمل الكبير يصعب عليك أن تحمله مرة واحدة، بل إذا ما جزأته سيصبح سهلا. ولكي تجزئه ابدأ بخطة عمل تسير عليها. الخطة تكون خطة عمل بسيطة بالمكان والزمان المناسبين لحسب قدراتك وحسب إمكانياتك. ولا تغفل، قليل دائم خير من كثير منقطع. ولا تنسى أن تكافئ نفسك عند إنجاز كل خطوة من الخطوات التي أنجزتها. اعمل لنفسك احتفالا وكافئ نفسك عليه، وتذكر أخطاء الماضي واجعل منها جسرا تبني به طريقك نحو النجاح. وانظر إلى الآخرين وقرأ سيرهم واقبل التحديات، فغيرك قبل التحديات ثم حقق النجاح. فلا يمكن أن يتحقق النجاح بطريق مفروشة من الورود. لا يمكن أن يتحقق النجاح وتسلم من انتقاد الآخرين، فالكل سيهزأ بك، الكل سينتقدك، الكل سيقول عنك إما مجنون وإما غير ذلك من الكلمات السلبية، لكنها لن تثنيك عن هذا الطريق. فيقول المثل: لا تتفرس حتى تتهرس. فمن كثرة الأخطاء يصبح الإنسان عنده الكثير من الدروس والكثير من العبر. ولا تغفل عن ترتيب بيتك الداخلي. كيف ذلك؟ رتب غرفتك، رتب مكتبك، فالترتيب الخارجي يعكس على النظام الداخلي. فإن حالتك النفسية تستقر وتعيش في نظام، أما العشوائية والفوضى والعمل بدون خطة والعمل بدون نظام وبدون تنظيم وبدون توجيه وبدون رقابة وبدون كل هذه الوظائف الإدارية، إن لم تسقطها على نفسك لن يتحقق لك شيء. فالعشوائية لن تعطي إلا عملا عشوائيا، لكن العمل المنظم، ترتيبك لخارجك، لملابسك، لبيتك، لمكتبك، لغرفتك، فهذا يعكس على راحة نفسية عليك. وخذ دائما بعد كل فترة وأخرى خذ قسطا من الراحة، وانظر لنفسك أين كنت وأين تسير، وهل أنت تسير بالاتجاه الصحيح أم ما زلت مكانك. لذلك احرص دائما أن تذكر نفسك بهذه الإنجازات لتكون دفعة للأمام. ودون ملاحظاتك عند كل مطب في الحياة، فالعثرات كثيرة فلابد أن نتجاوز منها. فهذه الحجارة التي إن لم نبنيها وإن لم نجمعها ونبني منها سلما للنجاح، سنتعثر بها وستوقفنا أمام هذه العثرات. لذلك احرص دائما أن تستنجد وأن تقف بجوار أصدقاء الناجحين. لماذا؟ لكي يأخذوا بيدك ويدلوك على الطريق. فهؤلاء الذين نجحوا سيساعدوك في النجاح. ولا تمشي مع المتشائمين، مع المحبطين، مع المثبطين، مع المقللين من عزيمتك. ولا تغفل عن القراءة، فخير صديق في الزمان كتابه. نشكركم على كرم المشاهدة وبارك الله فيكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.